تطلق مجموعة بنك التنمية الإفريقي اليوم إصدار 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي الرائد خلال اجتماعاتها السنوية في شرم الشيخ المنعقدة تحت عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. يقدم تقرير توقعات الاقتصادية الإفريقية في كل عام أدلة وتحليلات حديثة تدعم صناع القرار السياسي في إفريقيا وتدعم القطاع الخاص والمجتمع الدولي.